إفادة الخبر بالمختصر المفيد. الشريف قبل ما تحط مني يكون هو قاع وقعنا بحكي قاع مشرى وانا متبع الامور من تحت الواحد. ما تبقاش قول لي انا عارف كل شيء. دابا رضا قطعت عليكم الضوء. علاش قطعتو؟ انا نسولكم دابا رضا علاش قطعتكم؟ قطعتو بلاتي ما عارفش انت انت جاي شاري قطعتو الضوء اللي داير واحد الاتفاقيه في 2018 قطعتو هاد الاتفاقيه هادي بروفيزوار هذاك الصندوق باش يخدم به المقاول لمده راها دايرينها معاه هاد السيد هذا ما التزمش بهاد المده خصها تحيد هذاك الصندوق ديالها ولكن هذاك الصندوق اللي عطاها هذه مكتوبه شوف كما كيقول السيد العام الممتجه الملك ممنوع منعا كليا تعطى بروفيزوار في تجزئه الا الاشغال واخا اسكت هو ادرى منا بالقانون على ليست ديال الناس اللي ترجع ليها هاي الموافقه ديال الناس فينا باش تكون تسيني هاي احنا خصنا تسيني الناس خصها تسيني هذه اتفاقيه هذه اتفاقيه ديالكم وديال السيد وانا مسيني فيها فيها العماله الجامعه كلشي هنا هاي على ليست ديال الناس هنا علاش تسمع هذه اتفاقيه ديال البروفيسور علاش تسمع سيناش جايبوا لي انا انا وياك وانا مشى الطيبين وغبراي هذه الوضعيه ديال الجيش ديال لوتيسمون ديالو اخدم به ماشي جيبوا لي بناتي ما تبقاش تقول لي هذا فيه الماء ولا سينيزمون والو دابا انت هز ورقه وغيقرا شنو فيها شنو كاين فيها ما تبقاش تقول لي ديال 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 داك الطار هذا هذه اتفاقيه كتتعلق بليكيبمون يعني التجهيز تجهيز ديال الجزيئه ديال الوحده فيها الماء وفيها الواد وفيها الضوء شكون اللي مسيني فيها؟ كملوا هذي نعم شكون اللي داير فيها؟ كلشي كملوا الاطراف اللي مسيني شكون؟ راه ولكن راه خصنا نقراو الاتفاقيه شنو فيها؟ راه اتفاقيه فيها الاشغال ديال الماء وديال الضوء وديال الواد الحار دابا انتوما حنا المشكل اللي جايين عليه هو ان رضا قطعت لكم الضوء علاش قطعت الضوء؟ ما خلصناش عاد الضوء الحاج الله يجازيك استهلاك دابا غير الله يرحم بها الوالدين الجمعيه اللي غنفرقوا ماشي السكينه اي اي السكينه انا اللي دخلت وعطيت لها اسمحني لا اسمح لي تغلب قبيله وتفرق اسمح لي رخصونا بالماء والضوء انا ما رخصتش يعني نصبصوا علينا في العربيه نصبصوا علينا هذاك الراجل فهمتي نصبصوا علينا قلتوا لنا كل شيء لا نعمل والو اشرف اشرف جاي اولا ما تهضرش مع عصبي فكره لك 16400 عيب بطل فينا يا عم خلصين في الزوم لما خلصتي وسامحتوا لي لما خلصتي لما خلصتي الجمعيه لما خلصتي رد على الجمعيه ما عليه والو ولا ما كتعاود لي انا غندعي الجمعيه خليها شكون يا خويا اللي خلصتي الجمعيه علاش الجمعيه اللي بغيتو الحكومه اكثر من كاع الوسائل ما ضربوش ما يضربوش على الجماعه ماشي الجمعيه حتى نوضيق نوضيق من قلبه واش باغي تسحرني شحال تسحر فيك؟ لا هي باغي تسحرنا بالهضره انت شحال تسحر فيك؟ لا لا الله يحل والدي بلاتي سبعه بلاتي 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 علاش قطعوا الضوء؟ ها بلاتي علاش جابوني اي كتاب قطعوا الضوء؟ قطعوا الضوء هذا غفلي لك بينهم وبين رئيس الجمعيه باش يبينوا لهم خريطين فهمني؟ اييه قبل ما تقطع الضوء خصك تدخل مع تدخل مع المحكمه ولا تدخل مع المحكمه الى هذا الجمعية الجمعية باش كتهضر كتضرب لسان الناس دابا غير كتقول انت الضوء
عباد الله واش كانوا عندهم الضف ديور ديالهم ولا ما عندهمش الضف؟ انا عندي الضف. شحال هذه من عام وعندكم الضف؟ من 2015 عمركم خلصتوا؟ على حساب الجمعيه. ما بغيتوش الجمعيه كتخلص على القانون. لا ولا تساعد الناس بربنا صرال بالله. انا غير واحد والحاج انا غير فرقوا لي فرقوا لي ما بين الاستهلاك والتجهيز. ابو الله بالله تفسد هذا الضو هذا تخلص فيه انت كجماعه في السلطه. انا علاش تعامل معنا؟ علاش؟ ها؟ ولما لا خلص ديروا جمعية ديال لا 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 كما قضى في الجامع ما عندك ما عندوش حق شي. ما عنديش انا الصيفة ناخذ بعدكم فلوس ونمشي نخلص. انا ما عنديش حق نخلصوا وانا معاه في المحكمة باقي ما بش القضاء في الملف وما يمكنش واحد يتعامل معاه ولا ريدة تقطع الضوء. دابا عندكم مشكل بينك وبين الجمعية حلو ما تكاينش فيها اتفق معاك. واخا انا جمعية نهار الاول من نهار الاول نهار الجمعية مشات شدات السكينة وداتهم باش يديروا العقود الملحقة ويخلصوا 300 درهم عييت من غوت حتى واحد ما داها فيه. كاين حتى واحد ما داها. كاين كاين حنا تقاتلنا وجبنا الرخصة للسكينة الناس اللي ما هذا ملي جاو داروا العقود الملحقة قال لهم تزيدوا 300 درهم. كاين 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 وبقيت ما راحش نهضر مع الناس ولا ما بلاش كاين والحاج وكاين الهضرة. هذا الشيء عييت من غوت حتى واحد ما داها. كاين الهضرة قلتيها حتى واحد ما داها. كاينه مشيتوا عند درتوا عقود ملحقة كل واحد شد العقد الملحق ديالو ومشى دار طلب رخص وجاب الرخصة. التجهيز مازال ما سالاش. هو الفلوس اللي عطيتو كلاها سرقها شرف راه هذاك شغله وانا ما قدرتش. انا ما عنديش حق المتابعه ديالو. انتوما اللي عندكم الحق المتابعه ولكن من غنخلص راه الناس خصها تفهم. الجماعه تفقسوا واحد الوقيته جلستوا مع الرئيس ياك جلستوا مع الرئيس وطلبتوا منه سابق طلبتوا منه انه يعطيكم الترخيص. عطاكم الترخيص وانما بلا قانون. هذا كيتحمل شوف هذا احنا كنحمل الاخر ماشي انت. هذا اللي عطاكم الترخيص تحمل المسؤوليه. لا نقول واخا الناس صافي تبعيد من هذا الشيء. واحد القضيه حاليا حاليا بوشوف عطيتهم حددت لهم شحال المقاعد والتجهيز. التجهيز غادي مع البني مع البني الله يحفظك. ما يمكنش غدا ولا بعد غدا يجي واحد. دابا المشكل ماشي في انا المشكل ماشي في الساكنين. المشكل هو الناس اللي شراو هما اللي تنصب عليهم. عاطيه مخلص التجهيز ومخلص الواجبات ديال وشاري بالبلان وشاري بكل شيء وكيقول لي راه انت التجهيز وعندك الابراء. صح صح راه من حق اي واحد. هذا السيد اللي كيهضر ولا هذاك السيد اللي جا كيهضر منهم راه حقه الله يرسل عليك. ولكن التجهيز مازال ما سالاش وانما الجماعه هي السبب والوكاله. شوف انا ما تفاجئش انت. انا شوف الجماعه اللي قبل منك الجماعه اللي قبل منك ويا بلاتي فاس طاح في الراس. شنو الحل؟ الجماعه قبل من الحل. دابا اللي جيت انا جيت ورثت هذيك. شنو الحل؟ وبلاتي انا معاك في الحل. انا معاك عطيني دابا قول الحل. انا معاك في الحل افهمني افهم بلا ما كتقول لينا حنا نقولوا 16400 خليوها ياك. دابا ما كتقول لي زيد دير خاطر على قابل لا 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 منك دابا كتقول لي الضو خصك تخلص. انا كنقول لك الضو خصك تخلص ياك. استهلاك هذا احنا كنهضروا على استهلاك رضا الشركه ولا من غنخلصوا شي رضا. ها تعمل معايا رضا تعمل معايا خاصه رضا خاصه دير شخص معين او جمعيه معينه اللي غتعامل. هذا هو المشكل. هنا فين كاين المشكل؟ ديروا جمعيه ديالكم اخرى بانت لكم ديروا جمعيه ديروا جمعيه. ما يمكنش ما يمكنش. انا اش غنقول لك؟ انا ماشي انا اللي غنتخلص. انا ما نجمش انا وقف شوف نقدر شوف نقدر انا اللي نقدر نضمن هو الفلوس اللي تحطت الواجب الاستهلاك تمشي للاستهلاك ونوقف عليها. الحاج واخا بالله بالله اللي الفلوس اللي تحطت واجب الاستهلاك نوقف عليها تخلص الاستهلاك. هو دابا بعيد الحاج راه كاين الحاج هنا كاينه 80 واحد هذا اللي عندهم تسليب السكنه. اييه خصو يخرج يطالب بالماء والضوء. اييه حقو. كي داير هادشي؟ ما عندوش حق. كي داير هادشي؟ الله يرحم به الوليد. انا جيت انا دابا بلاتي كنهضر معك قانونيا. انا كنهضر معك القانون ملي كيكون عندك بيرمي دابيتي يعني الشهاده ديال تسليم السكن عندك الحق تمشي للرضا مباشره وتاخذ الضوء ولا الماء حيت عندك شهاده. حيت ملي كيسالي البني ملي كتسالي البني كتاخذ بنيتي بالبلان وساليتي البني وجبتي لاتيستاسيون ديال 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 المهندس بانه مطابق جماعه قطع. انا لقيت هنا جماعه لقيتهم عطاهم رخص غلط كبير. إفادة الخبر بالمختصر المفيد.